السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ليس فقط في افريقيا. احمد حجازي هو قائد المنتخب المصري، بينما جين داكونام هو كابتن المنتخب التوغولي. مصر تلعب بحارس المرمى محمد الشناوي، خط الظهر بالرباعي احمد توفيق، الونش، حجازي، ايمن اشرف. اثنين اتغيروا عن المباراه الاولى، توفيق وايمن اشرف بيدخلوا على التشكيله النهارده، كذلك طارق حامد بيلعب النهارده مع حمدي فتحي مع غياب لمحمد النني بسبب الكورونا، ووجود كان انذار لعمرو السوليه ثاني وبالتالي بعيد عن المباراه تماما. النهارده بيشارك من البدايه محمود قفشه على حساب عبد الله السعيد، تريزيجيه موجود في الجبهه الشمال، محمد شريف موجود في الجبهه اليمين بدلا من زيزو، وفي راس الحربه يغيب مصطفى محمد ويشارك كوكا في اللقاء من البدايه. حسام البدري هو مدرب المنتخب المصري، 60 سنة حسام البدري، نجم النادي الأهلي السابق كمدافع ونجم النادي الأهلي أيضا كمدرب وعديد الأندية ومدرب للمنتخب الأولمبي أيضا سابقا. كلود لوروا 72 سنة المدرب الفرنسي يقود منتخب توجو على أمل التأهل، وهو اللي كان موجود معاهم في كأس أمم أفريقيا الأخيرة اللي أقيمت في عام 2017 وكان حاضر مع المنتخب التوغولي وشارك مع 6 منتخبات في بطولات أفريقية، هو بطل أمم أفريقيا في عام 88 مع الكاميرون المدرب كلود روا. النهارده لابا كوجيو موجود النجم الكبير الى تريزيجيه، واحد على واحد اشتغل بعرض الملعب عاليه فوق نادي بيراميدز. يا سلام على تريزيجيه، البدايه حلوه قوي الى ايمن اشرف، يلعب طويله اماميه عاليه فوق، ضربه الراس يعني بعض، برافو العدد، برافو العدد، اوف سايد، اوف سايد، مع ان ما فيش فار لكن واضح انها اوف سايد، لكن برضو انا بقول الشكل حلو كويس ويسجل. ادي الكره العرضيه عاليه فوق، محمد الشناوي اطول من الكل بهدوء وبثقة و جدا مع التأمين الدفاعي. خلي بالك يا حجازي، خلي بالك، خدها بشكل جميل، عدى من حجازي، لا 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 لا، خلي بالك، خلي بالك يا ولدي، لابا كوجيو هو ده، هو ده اللي بنتكلم عليه، هو ده. ادي كوكا استلام تحت ضغط ممتاز يا ولد، تحضير تاني على طول، ضغط لعب الإيجابي في الفريقين موجود، في الشغل. وتوتنهام قال للاعبين في الفندق، ادي الكره العرضيه وضربه الراس، يا 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 خطورتها، يا خطورتها، الخطوره هنا من ناحيتين، اللي رافع ظهر قفشه، ظهر قفشه شيب امامي، عاملين عمق دفاعي، باكوجي على طول يستلم كويس قوي، تاني على طول تحضير، لاعب الخطير سومو، سومو محترف في فرنسا ولعب مع منتخب توهبته ان شاء الله في اقرب فرصه. عاليه فوق احمد حجازي، خلي بالك يا ابو حميد، خلي بالك يا ابو حميد، ومحمد الشناوي، محمد الشناوي وكانه يقول ربك فيني شر اصدقائي اما اعدائي فأنا. المباراه الى مباراه، لكن كل مباراه ليها اجواءها وليها تبقى كتير كويسه. ادي الكلام المحترم، ده كلام محترم، ده كلام محترم، وربنا كرمنا اخر كرم، لا 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 يا افشل، ايه الروعه دي، ايه المتعه دي، ايه الضغط ده، عملها، عملها وكلمته قالها قفشه، عملها وكلمته قالها قفشه، خلصها بعد ما درسها وفحصها ويتقدم للمنتخب المصري، وجاء في الوقت المناسب، دقيقه 18 وبطل الدوري مع الاسماعيلي ولاعب خط وسط النادي الاهلي في الزمن الجميل، بينوع في تمريراته طارق حامد ما بين القصيره والطويله، وخلي بالك يا حجازي الولد بيسبق بكل مره، وقف كمان، لا 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 لا، تعود من تاني، احذروا الكرات العرضيه، امنعوها، امنعوها، الوقت يا ولد، شب امامي، تاني تريزيجيه قد يصوب، لا 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 لا، السويس ايضا سابقا، ادي الكره العرضيه خطيره، سلام يا شناوي، كاس المشاركه في كاس العالم، حصد البطولات مع نادي الزمالك، استمراري في الدقيقه 84، سجل في الدقيقه 89، احمد حجازي يعود من جديد، تاني على طول في مساحة، خطر جدا، خطر جدا، خطر جدا، الواحد على واحد ما يعملش بالعرض، برضه عملوها بالعرض، خلي بالك، خلي بالك أحمد يا توفيق، خلي بالك، ضربة الرأس خطر جدا جدا جدا، خليني أقول لكم إن لتالت مرة، لتالت مرة، لكن أوعى وإحنا بنقول ده، عاد تيك أوف عنده دايما كويس، بل بالك، إيه في نص الملعب أكتر، تاني على طول إلى ضربة
دربها هذا المدرب الكبير. انطلاقة تاني يا ولد يا ولد يا ولد. لا 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 يومك يومك يا ولدي يومك. روعة 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 يا جماله يا جماله. ببطن رجله حطها له محمد الشريف. نتيجة الضغط وأخطاء المنتخب التوجولي يعلن عن تاني الأهداف لمهاجم لا يخاف. تاني هداف الدوري المصري بتاني أهداف المنتخب المصري. وكالعادة الشناوي له بصمة. الشناوي حرس المرمى لأن لولا كان ممكن يسجلوا على الأقل هدف أو ظرف بهذا الشكل من الشناوي. إلى أنا ما بحبش التحليق، أنا ما بحبش اللي بيحلقه، أحب اللي يضغط ويمنع. خلي بالك تاني أحمد توفيق برضه من تاني. وبعدين يا شباب أنا ما بحبش تاني على طول مرور. وبعدين العرضية من تاني. ضربة الرأس تاني على طول أقصى اليمين. حمد شريف يقف على كورته ليا. تاني على طول تريزيجيه إلى الشريف تاني. تاني على طول الباص الأمامي العميق. خلي بالك خطر جدا خطر جدا تاني. لكن يا ولد يا ولد يا ولد برافو برافو حمدي فتحي. وهو هاند بول خطوطه مريبة ده طبيعي. عالية فوق. خلي بالك خلي بالك يا سيدي خلي بالك يا سيدي من بوسيفي. ازاي ده لوحده كده تعمل له اوفرلاب جميل. ارضيه جميله 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 لكن تمركز دفاعي جيد من القائد والكابتن جين دميع. الحقيقه مع مؤمن زكريا ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. ادي الكره الاماميه. فرصه ثالث فرصه ثالث فرصه ثالث. الله 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 عملها تريزيجيه عملها تريزيجيه وعمل اللي عليه. بالثلاثه مصر تنتصر. بالثلاثه مصر تتفوق. بالثلاثه مصر في الصداره عن جدار. الله 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 3-0. تمريره حلوه قوي قوي. الباص جميل قوي قوي. هو مكمل هو مجهز هو متوقع. حمدي فتحي هذا الموسم في الدوري. ادي قفشه يسيبها على طول والتصويبه الى ضربه المرمى في اشبال النادي الاهلي. وادي الانطلاقه الثانيه من جديد. يا ولد يقف عليه يقف عليها زيزو زيزو زيزو. درجة مئوية. ادي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لاعب في بيراميدز وكان حسام البدري رئيس نادي بيراميدز. حاجة سلامات. عبد الله السعيد بدلا من قفشة. وتريزيجيه هيخرج وينزل رمضان صبحي. احذروا احذروا كل لعبة كل لعبة لازم نحترمها. ضربة الرأس على طول لابا كوجي ولكن تطلع الى ضربة المرمى. يخاف واضح جدا في اللعبة اللي فاتت وده منطقي تماما. ادي على طول عدى. لا مش منطقي انه يخاف. منطقي انه يحاسب على نفسه. وفاول 36 سنة لكن بكامل قوة خلت ان احمد توفيق يكون موجود وهو الحقيقة اهل لها. يا ولد برافو الشناوي برافو الشناوي. هو ده الكلام. ازاي نستهلك الوقت والكرة معانا. خلي بالك عبد الله السعيد. شوف لاني اصبح بص بص رجاس بص قطر جاي بص قطر جاي من ورا بص. او العب الكره من اللمسه الواحده طالما ظهرك ليهم. عاليه فوق. الحمد لله الحمد لله. الونش سجل في مصر والعارضه تنقذ الونش من تسجيله هدف في مرمى. والونش والشناوي هل حصل حوار بينهم؟ لان شايف الشناوي بيقول له معلش. الشناوي قال كلمه ولا حاجه. الشناوي طلع وقال كلمتين قد يكونوا متاخرين. يقف ويأجل ممكن يشتغل بالعرض. مصطفى محمد عايز يشوفها. يا رمضان يا رمضان. الشناوي طلع رمضان كان هيجي لنا بدري والله. ولكن برافو زيزو برافو زيزو. مستر اسيست مستر اسيست. هو زيزو ملك ملك صناعة الأهداف في اللحظات الأخيرة والأماكن الحاسمة. انطلاقة من تاني. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. برافو برافو برافو. عالية فوق ضربة الرأس. تاني على طول السكند بول. والهدف الأول والهدف الأول مع الدقيقة الثالثة في الوقت بدل الضائع. الحمد لله إن الهدف جاء متأخرا. الحمد لله إن الهدف جه متأخر. طبعا طبعا تصويبه قد تكون. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يا سلام يا زيزو يا سلام يا زيزو. حل من الحلول للبحث عن رابع جول. مبروك لمصر 3 نقاط من اجمل واهم ما يمكن في عرض من زمان ما شفناهوش لمنتخب مصر خارج مصر. والفوز بالثلاثه مقابل هدف. مصر في الصدارة عن جدارة 8 نقاط. جزر القمر في المركز الثاني 8 نقاط فارق الاهداف. كينيا في المركز الثالث 3 نقاط. توجو في المركز الاخير بنقطة واحدة.